شفت نحن صيام فاستمع. أنا فيه واحد من خوالي اسمه ابن عايض صالح في تويتر. الرجل هذا أقسم بالله أني أتمنى أنه يجينا هنا. أقسم بالله أني أتمنى أنه يجينا في ذا المكان ويستضاف هنا. أنت معي؟ يستضاف هنا والله وأراهن وبقوة أنهم بيستفيدون منه الجميع. إيه؟ المتسابقين والإعداد والمضيف والضيوف والمشاهدين والمتابعين بيستمعون له. الرجل يقول وش هو؟ راوي عمره الآن ما يقارب 48 إلى 47. يا سلام. الرجل هذا ابتدى حياته كحياة أي شخص في حياة بادية في محافظة معينة. تخبر قبل يعني كم سنة ما كان فيه بعض السيارات، ما كان فيه سيارات، ما كان فيه بعض الأمور، ما كان فيه. عاش اليتم سلام. حس بالعاجة، تخرج من المدرسة الثانوية، راح للشرقية، درس في جامعة البترول، بعد كلية شو اسمه جامعة الله الله سلام، درس فيها، تخرج، راح الكازاخستان درس فيها، راح للصين، عنده متعدد اللغات ما شاء الله تبارك الله. سلام. شخص ملهم لدرجة ما تصورها. متى ابن عايض صالح يعني دخل في قلبه الحزن؟ هو مات أبوه عدا صغير. هذه كان أول شيء له. طبعا أنا خوالي تقريبا حول 11 رجال إلى 12 رجال، الله إن شاء الله يرحم الميت منهم ويطول في عمر الحي يا كريم. يوم توفى عدا صغير تقريبا عمره 2-3 سنين. أبوه إيش سوى ابن عايض صالح؟ يوم راح للجامعة إيش سوى؟ درس. يوم خلص شهادته جاء خبر وفاته في خيه سالم اللي هو خالي سالم. أي لا. خالي سالم أقبل ما بتشوفه من الرجال. كان يشتغل عسكري في قطاع معين. كان أقبل من شخص من الرجال. ولا ودك إن إذا حتتكلم ودك حتتكلم غيره. يا سلام. المهم يا طويل العمر توفى. أنت خالي سالم. الله يجعله في الجنة. الله يرحمه ويفسح عبره ويقبل منك. الله يجعله في الجنة. درى خالي صالح وما كان به جوالات ذيك الفترة، يعني يجي لك جوالات اللي يعتمد عليها. دخل في حالة حزن. ضاقت به الوسيعة. خذ له فترة ابتدى ابن عايض صالح مسيرته. في الدراسة، في تطور العلم، في الدورات. دخل في مجال الرواه، كتب عدة كتب. فتح له جمعيات خيرية، أوقاف، سعى بكل مجهود لذوي الاحتياجات الخاصة. فتح كتاب يعني ينصح فيه من السرعة ومن الموت، وأنك سرعة ستفقد، سيفقدونك أو ستفقد زي كذا. فشخص من يوم خلق ليومك هذا ما بعد حد شيء أشتكى منه. ما حد قد قال يا كافي شره. لا والله ما بعد حد قالها. وفي راسه ما بغى. أنت شفت الرجال اللي ما هو يخطي لكن عادة دون عمره. شوف اللي ما يخطي ترى خطأ على نفسه. إذا أخطأ ولا أحد معصوم من الخطأ. هذا كلام. لكن إذا أخطأ ترى خطأه على نفسه. ما يخطي على الناس ولا يتعدى حدود الناس. ماسك حده مع الجميع وواقف قبل حده بعد. عرفت؟ ما وصل للحد للخطوط الحمراء لا قبله. واقف. أنت سمعت؟
الطيب تلقى الرجال اللي يحبونه ويحب الناس كلها، لا يمكن انه يحقد ولا يكره. يقول نظافة القلب هي رزقك من الدنيا، مهما تضايق لا تحقد ولا تكره. هذا كلام انت سمعت. و تلقى الانسان اللي فيه خاطره حقد وغل وعداوة للمجتمع وللناس اللي حوله، تلقى القبول عنده شوي، ما تلقاه ما قبول واجد. حتى لو قال انا صديق الجميع وانا خوي الجميع وانا رفيق الجميع وانا فلان فلان، اللي يخبيه في قلبه يظهر على وجهه. انت سمعت. بالنسبه لطويل عمر السلامه شف خبيه ولا لا لا لا، الكفو دايم تلقى الناس يهملونه لين يموت. اذكرون هم لما تقالوا فلان الله يجعله في الجنة، فلان اللي ما بعده مدحوه وهو حي، فين انت وهو حي ما مدحتوه؟ والله انه صدق، كم واحد يطول العمر سلامه منسي، ولين ما تقالوا ان فلان اللي قد فعل وفلان اللي قد سوى وفلان اللي قد قام وفلان اللي قد قعد وفلان. يا رجال اللي يبغى يمدح حد فرحه في الدنيا واشهد له لما مات تقديم شهود الله في أرضه، لكن فرح اخوك المسلم في الدنيا يوم انه كفو ويعطي ويقدم ويمينه عليان دايم ويسعى للعلوم الطيبه امدحه، ما هو تهبه وراك طويل العمر والسلامة ليه مات. قلت الله الله انه قد وقف مواقف انت تجمله، الله لا يجمل حالك. على كلامك ذا ذكرتني بابيات جدي ام هدي بن باسم، جعل ربي يطول في عمره.